ظهور بؤر لوباء المشترات الصغيرة والذي أصاب قطعان الأغنام في العديد من مناطق الوطن، وغلق الأسواق الأسبوعية لمدة شهر كامل لتفادي انتشار هذا المرض الفيروسي، جاء تماشياً وتقرير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وتقارير المفتشية المركزية للمصالح البيطرية على مستوى وزارة الفلاحة. انتشار هذا المرض بين الماشية ونفوق عدد منها له أسبابه الخاصة يلخصها أصحاب الاختصاص في بعض مظاهر الإهمال التي تشهدها تربية المواشي، وكذا اختلاط الماشية المحلية بتلك الوافدة من الساحل والحاملات لهذا الفيروس. نظن هذه الأخرى، هذه على حسب الأخر دخلتنا من السود، من دول الجويرات على السود جونا مواشي مرضى ما همش الأخر، ومن الحدود هو الإهمال داخل الكوارة المرضى هذوك اللي راهم نورمالمون يحبسوا كاع الخدمة تاعهم، يعاودوا لهم كاع الكوارة هذوك ينقوهم يقعدوا 6 شهور ولا 8 شهور هما حابسين. الفو إيغاديكاليزي لا مالادي ديفينيتيفمون من المنطقة هذيك قبل ما يعمروها، باسكو سينون سافا سبروباجي تزيد تكبر وتكثر. على الرغم من التطمينات الرسمية إلا أنه يبقى على الموالين أخذ الحيطة والحذر لتفادي تفشي هذا المرض بين المواشي وبذلك تسجيل خسائر أكبر.